تحية كبيرة مشاهدينا عبر موقع فنة أنا السامية عرموش، واقتراحاتي هي كالآتي: اجم العصر مدعوون لحضور ندوة على شرف إصدار كتاب أسرى بلا حراب المعتقلون الفلسطينيون والمعتقلات الإسرائيلية الأولى، ذلك في مقر مدى الكرمل شارع ألنبي 51. أما سبت المساء فأنتم مدعوون لحضور الاحتفالية الافتتاحية للمعرض الفني المميز اللي بيحمل العنوان مئوية الفن الجاهز ريديميد، وذلك في متحف حيفا للفنون شارع شبطي ليفي 26. لهم مشاهدين انتهت نشرتنا اليوم، بتمنى لكم نهاية أسبوع هادئة ومريحة.